طلب وطالبات يسعدنا جدا. اولا نحييكم بتحيه الاسلام وتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ونحييكم ثانيا على هذه المبادره الطيبه التي تخرج من ارض طيبه وهي شعبه الدراسات الاسلاميه، ان يخرج طلبتها بمناقشه هذا الموضوع الحساس جدا نظرا لما سمعتموه وسما تسمعونه ان شاء الله عز وجل. فلكم الشكر، ونسال الله تعالى ان يزيدكم علما وفضلا وان يوفق اساتذتكم ويوفق الجميع ان شاء الله لمناقشات قضايا اخرى تساوي هذا الموضوع قيمه علميه ومنهجيه. فيسعدنا جدا ايضا ان نشكر هذه الكليه التي سمحت بهذه المبادره ان تنجز وان تكون حيه وان تعطاها هذه الروح في التحسيس وفي بيان قوي على ان هذا الامر ينبغي ان يناقش، ينبغي ان نلتفت اليه، ينبغي هذه الينبغيات متعدده ان صح التعبير، يعني تحتاج الى مناقشه، تحتاج الى تحليل قوي، وتحتاج الى توسيع من حيث النظر ومن حيث الافق في بيان اسبابها وفي بيان علاجها. فهي ليست قضية سهلة، يعني ينظر إليها من جانب الطاقوي فقط، وإنما هي من جانب اجتماعي، بل من جانب كوني أيضا، بل من جانب كوني. فلهذا لكم الفضل، ونسأل الله عز وجل أن يوسع ويوفقنا إن شاء الله عز وجل في إنجاز مواضع أخرى مثل هذه في ساعات أفضل. يسعدنا أيضا أن نرحب بشيخنا الجليل سيدي عبد الله المدني لكي يتلفنا في هذا الموضوع من علمه الظاهر الذي يلامس الموضوع ويقارب الموضوع او يلامسه، معنا اكثر من الملامسه بل بالتحليل وبالنظر الشرعي القوي جدا الذي يفهم الاصول الشرعيه والتنزيل لها في الواقع في هذه القضيه او بهذه النازله المتعدده الابعاد، لها ابعاد متعدده تفوق البعد الاجتماعي او من البعد الاجتماعي الى البعد الحضاري. فلهذا يسعدنا جدا ان نسمع اليه في هذا الموضوع ونسمع تحصيله المعرفي له ونناقشه ان شاء الله عز وجل لنزداد قوه علميه في الموضوع، ثم كذلك لنكون رسلا مبشرين بأن هذه الظاهرة ينبغي أن تقتلع جذورها في قلوبنا وفي أنفسنا وفي المجتمع بل في الكون. ينبغي أن تقتلع، ينبغي أن لا تخفى، لا ينبغي عار على المسلمين أن تكون فيهم ظاهرة الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس مني. عيب، كما أن عيب على الأمة أن تكون أمومية، عيب على الأمة أن يكون فيها غشاش، لأن هذا وجود الغش بمعنى أن هذه الصلوات في جزئيتها والعبادات تكون لا تؤدي مقاصدها ولا تؤدي مفعولها. فإذا كانت إن الصلاة تنعني في الشر والمنكر والفواحش موجودة والمناكر موجودة، هذا دليل على أن الصلاة ينبغي أن يعاد فيها النظر. فإذا عباداتنا وتديننا ينبغي أن لا يكون مغشوشا وينبغي أن يعود فيه النظر. إذا لا أطيب وأطيب كلمة لسيدي عبد الله إن شاء الله عز وجل، عسى أن يتلفنا بقوة علمية ستفرحكم إن شاء الله وستسعدكم وستجعلنا مبلغين ومؤدين لواجبنا من حيث هذه الظاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.